انطلقت الحملة هنا على مستوى وحدة الإنتاج الجلفة أمس، حيث تم استقبال لحد الساعة 12 تاع الليل 5000 قطعة على مستوى بلدية الجلفة هنايا، الصالح فيها 1500. لاحظنا كذلك تجاوب من طرف مواطنين، وشنو هي النصائح اللي نقدمها لهم المرة الجاية إن شاء الله؟ الجلد شوية يستحفظوا عليه في السليخة خلال عملية السلخ والحفظ لا كونسيرفاسيون.